بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، انتشر مقطع فيديو مؤخرا حول زوال إسرائيل عام 2027. ما حقيقة هذا الأمر؟ وهل هناك نبوءة في القرآن الكريم بالفعل تقول إن إسرائيل ستزول في هذا العام أو في غيره؟ القضية الثانية أيها الأحبة، هناك دراسة تتنبأ بزوال أمريكا أيضا، وهذا ما أود أن أطرحه في هذه الليلة المباركة. في البداية أود أن أدعو لكل شهداء المسلمين بالرحمة والمغفرة، وأقول لذويهم: والله يا أحبتي، هؤلاء اختارهم الله لأنه يحبهم. ما داموا مؤمنين، موحدين، صابرين، محتسبين، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى يختار من يحب، وأنهم فرحون بلقاء الله، فرحون بما عند الله، يرزقون رزقا حسنا. وهذا الكلام مؤكد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني هناك أحاديث كثيرة جدا، ملخص هذه الأحاديث أن من يموت غريقا أو في حريق أو في هدم أو من يموت في وباء، الشرط الأساسي لكي يكون شهيدا أن يكون صابرا محتسبا، يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له. هذا هو الشرط. فكل إنسان حقق هذا الشرط، اعلم أنه شهيد بنص الأحاديث الصحيحة الكثيرة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. في القرآن الكريم هناك آية تنبئنا عن أحوال هؤلاء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. ماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون الآن؟ عند ربهم يرزقون، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن أولا أحياء، ثانيا يرزقهم الله، لم يعودوا بحاجة لرزق البشر، ولم يعودوا بحاجة لأن يتفضل عليهم أحدنا البشر، لأن الرزق هناك هو رزق الله عز وجل. فرحين، يفرحهم الله برحمته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويستبشرون، هم في حالة استبشار، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يخافون من انقطاع الماء ولا الكهرباء، لا يخافون من قلة الطعام، ولا يحزنون على الماضي، لا يحزنون على بيوتهم المهدمة أو على أمتعتهم أو أموالهم التي دمرتها الحرب. لا، هم في حالة فرح وسرور ورضا واستبشار ورزق من عند الله سبحانه وتعالى. ما قصة زوال إسرائيل؟ لماذا انتشرت مثل هذه المقاطع تنتشر بسرعة؟ دائما أيها الأحبة، نحن نعلم أن في عقيدتنا أن إسرائيل إلى زوال، أو بالأصح اليهود، لأن إسرائيل هو نبي من أنبياء الله، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. إذن إسرائيل هو نبي كريم، ولكن هؤلاء من ذريته، هؤلاء هم اليهود الذين أنبأ النبي عليه الصلاة والسلام بزوالهم، وهو من علامات الساعة. و القرآن العظيم أيضا تحدث عن زوال إسرائيل: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا.
بالفعل الآن منذ 70 سنة وهم يتجمعون في بقعة واحدة في فلسطين. جئنا بكم لفيفة. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، يجتمعون لتساء الوجوه، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، وليتبروا ما علوا تتبيرا. إذن نحن كمؤمنين ما دمنا نؤمن بالقرآن الكريم فنحن نؤمن يقينا أن هذا الكيان إلى زوال. ولكن المشكلة في التاريخ، يعني نحن تحدثنا عن أيضا نبوءة للشيخ بسام جرار حول زوال إسرائيل عام 2022. وللأسف هناك بعض الناس يعني لم يعتبر أن هذا اجتهاد شخصي، يعني هذا الأمر هو اجتهاد شخصي قد يصيب وقد يخطئ، ولكن بعض الناس للأسف مريضي القلوب اعتبروا أن القرآن غير صحيح وبدأوا يشككون بالقرآن، وهذه هي خطورة التنبؤ بالغيب. لذلك أقول أيها الأحبة، النبوءة التي يعني موجود مقطع فيديو للشيخ أحمد ياسين على الإنترنت منتشر بكثرة وأعيد نشره مؤخرا، يقول إن إسرائيل سوف تزول عام 2027. والحقيقة هو اعتمد على فكرة، الفكرة هي صحيحة على فكرة، بني إسرائيل يرتبط ذكرهم في القرآن بالرقم 40، فهو اعتبر أن هذه الدولة سيكون عمرها 40 و40، يعني 80 سنة قمرية، لأن اليهود يحسبون بالأشهر والسنوات القمرية. فقام بحسابات معينة فاستنتج أن تاريخ زوال إسرائيل هو 2027. بالنسبة للرقم 40 صحيح أيها الأحبة، لأن الله عز وجل عندما ذكر بني إسرائيل ذكر معهم الرقم 40. قال سبحانه وتعالى عندما أمرهم موسى أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لهم، ماذا قالوا له؟ هؤلاء لا يحبون الحرب وهم حريصون جدا على الحياة، قالوا له اذهب، قالوا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد. انظر إلى الجبن وإلى الفشل وإلى الخوف. لذلك هؤلاء أحبتي في الله لا يستطيعون المواجهة مع أي قوة مهما كانت ضعيفة. والدليل أن 1000 رجل اخترقوا هذا الجدار الحديدي وهذه التكنولوجيا المتطورة جدا في عملية طوفان الأقصى، 1000 رجل اخترقوا كل هذا وفروا. رأينا اليهود يفرون من أعلى الرتب لأقل الرتب. هذا يدل أولا على صدق القرآن، لأنه أنبأنا أنهم حريصون جدا على الحياة. ولتجدنهم عن اليهود أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. إذن هذا الخوف يمنعهم من المواجهة، لذلك هم يقاتلون عن بعد، من وراء قرى، من وراء جدر محصنة. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، كل واحد يفكر بمصلحته الشخصية. وبالتالي هذا الكيان لابد أن يزول، لأنه لم يؤسس بناؤه هش مثل بيت العنكبوت. فالرقم 40 أيها الأحبة، ماذا قال الله لهم عندما قالوا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون؟ قال لهم فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. إذن استخدم الله هنا الرقم 40، ربطه ببني إسرائيل، هذا رقم 1.
ونحن نعلم أيضا قول الله عز وجل: وإذ وعدنا موسى 30 ليلة ثم أتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. الميعاد الذي وعد الله موسى كانت مدته 40 ليلة. إذن الرقم 40 مرتبط ببني إسرائيل. الشيء العجيب هنا أيها الأحبة، لو ذهبنا للقرآن الكريم وبحثنا عن بني إسرائيل نجد أنها هذه العبارة ذكرت في 40 آية. يعني القرآن الكريم فيه 6236 آية. الله خصص للحديث عن بني إسرائيل، ذكر عبارة بني إسرائيل في 40 آية، وهذا إعجاز. يعني أتصور أنه يدل على أن الذي أنزل القرآن يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، وأنه كلام الله. الشيء الغريب أن هذه الآيات 40، أول آية بدأت رقمها 40 في سورة البقرة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، رقمها 40. سبحان الله، يعني الله عز وجل ربط الرقم 40 ببني إسرائيل، فتاه 40 سنة، والميعاد كان 40 ليلة، والآيات التي ذكرت بني إسرائيل عددها أيضا 40 آية، وأول آية منها رقمها 40 في سورة البقرة. شيء يعني في يعني يحير العقل فعلا. إذن فكرة ارتباط بني إسرائيل برقم 40 هذه فكرة صحيحة، ولكن أن تزول بعد 40 أو 40 ضرب 2 يعني 80، أو 40 ضرب 3 120 وهكذا، هذه الفكرة لا دليل عليها، هي اجتهاد. يعني إذا صدقت هذه النبوءة، ونتمنى ذلك، ونتمنى أن يتحقق ذلك قبل 2027 بإذن الله، والله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. ولكن في حال لم تصدق هذه النبوءة، فأنا بالنسبة لي أعتبرها اجتهاد شخصي من شخص أحب أن يزرع الأمل أو التفاؤل، استنتاج شخصي خاص بي. القرآن ليس له علاقة بهذا الموضوع. القرآن لم يتحدث أبدا عن تاريخ الزوال. القرآن تحدث أن بني إسرائيل سيجتمعون، وهذا من علامات الساعة، اجتماعهم هذا في بقعة واحدة من علامات الساعة. جئنا بكم فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وتحدث عن زوالهم أيضا، والنبي عليه الصلاة والسلام تحدث عن زوالهم. إذن قضية الزوال هذه مفروغ منها، ولكن التوقيت أنا بنظري أنه لن يحدث إلا عندما نعود عبادا لله كما يحب، لأن النصر لا يمكن أن يعطيه الله عز وجل لأمة يعني لا تقيم شرع الله. اللهو والمعازف والأغاني، وكل واحد يلهث وراء مصلحته الشخصية، ولا يوجد خير، حب الخير انتهى. في أمة مثل هذه أنا أتصور أن النصر صعب جدا، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إن تنصروا الله ينصركم. هناك شرط للنصر، أن ننصر الله. كيف ننصر الله؟ من خلال تطبيق شريعة الله، من خلال تطبيق تعاليم القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام له حديث واحد فقط: أنا أريد أن أطلب منك أخي الحبيب أن تتلفت من حولك وتبحث كم واحد يطبق هذا الحديث الذي هو عبارة عن سطر: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأخيه هنا لا تعني فقط الشقيق، تعني أن تحب لكل مسلم ما تحب لنفسك. كم واحد يطبق هذا الحديث؟ كم واحد
يحب للآخرين ما يحب لنفسه. انظر من حولك تجد أن النسبة قليلة. عندما يطبق المسلمون هذا الحديث ويحبون الخير لبعضهم، ثق تماما بشكل أوتوماتيك النصر سيأتي بإذن الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قبل أن أنتقل لموضوع زوال أمريكا أيها الأحبة، هذه الدراسة الأمريكية التي تتنبأ بزوال أمريكا، أود أن أنهي موضوع زوال إسرائيل. بالنسبة لي قضية زوال إسرائيل قلنا قضية منتهية. موضوع التاريخ وتحديد زمن معين، هذا الموضوع خاص بصاحبه. إذا صدق أهلا وسهلا، نتمنى ذلك. إذا لم يصدق فهو اجتهاد شخصي، اجتهاد بشري، قد يصيب وقد يخطئ. تماما مثل عام 2022 لم يصب، وبالتالي هو اجتهاد شخصي. فلا نحمل الخطأ للقرآن الكريم. تمام أيها الأحبة، إذن هذا الموضوع يعني يجب أن ننتبه له ونتفائل بالنصر إن شاء الله، ويعني نتفائل برحمة الله، ونتفائل بزوال هذا الظلم الواقع على المسلمين في هذا العصر، ولكن من دون أن نقحم الأرقام في علم الغيب، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. فقضية إدخال الأرقام في علم الغيب ستدخلك في منزلقات خطيرة، كما حدث مع رشاد خليفة في السبعينيات والثمانيات، عندما وصل به الأمر أن يتنبأ بموعد يوم القيامة بناء على حسابات ما أنزل الله بها من سلطان. إذن أخي الحبيب، نحذر من موضوع التنبؤ بعلم الغيب، ونستيقن أن هذا الكيان إلى زوال، وكل المؤشرات تؤكد أنه إلى زوال، حتى تصريحات السياسيين الأمريكيين، اليهود الأمريكيين والمفكرين، هؤلاء المفكرون أيضا يقولون إن هذا الجسم مزروع بالعنف والقوة في قلب الوطن العربي، ومرفوض مثل الجسم الغريب الذي تزرعه في جسم إنسان، تزرع فيه جسم غريب، الجسم كله يرفض هذا الجسم الغريب، وبالتالي مصيره إلى الزوال. الآن موضوع أمريكا. الحقيقة نحن تحدثنا قبل مدة عن دراسة قامت بها وكالة ناسا الأمريكية، يعني هذا شيء غريب جدا، وكالة ناسا تقوم بدراسة للتنبؤ بزوال أمريكا. يعني شيء غريب. قبل أن أقول لكم هذه الدراسة، أود أن نقرأ معا هذه الآية الكريمة أيها الأحبة. هناك حقيقة في القرآن، حقيقة زوال الأمم. الأمم لن تدوم، هكذا حركة التاريخ. الله تعالى يقول: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا عند الله، في اللوح المحفوظ. كل حضارة، كل أمة، كل حتى على مستوى القرية لابد أن تزول، تهلك، أو يعني إما أن تزول بشكل يعني بطيء، أو تزول بعذاب. المهم أنها ستزول، يعني لن يدوم أي شيء أيها الأحبة. الله تعالى يقول مقياس الزوال ما هو الذي وضعه القرآن، وانظر إلى المقياس الذي وضعه علماء أمريكا. يعني سنكتشف التطابق الكامل. القرآن وضع لنا مقياسا لزوال أي دولة أو قرية أو حضارة. والقرآن هنا عندما يتحدث عن القرى يريد أن يقول لك حتى لو كانت قرية صغيرة ستزول، فكيف إذا كانت
دولة أو كانت ولايات مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو دولة عظمى. الله تعالى يقول وتلك القرى أهلكناهم لما، ما هو الشرط؟ ظلموا. شرط الإهلاك هو الظلم. وجعلنا لمهلكهم موعدا. هذا الموعد موجود عند الله، وأنا مستيقن أن القرآن فيه هذا الموعد وفيه تاريخ زوال الأمم، ولكن الله استأثر بهذا العلم عنده. قد يطلع أحدا من عباده على سر من أسرار الغيب، والله يفعل ما يشاء، ولكن نحن بالنسبة لنا لا ينبغي أن نخوض فيما لا نعلم، لأن علم الغيب هو من اختصاص الله عز وجل، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. طيب، إذن الشرط القرآني لزوال أي حضارة هو الظلم. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. إذن الإهلاك لا يتم عشوائيا ولا يتم من دون سبب، لا، يجب أن يكون هناك ظلم. وبالفعل لاحظ الحضارة الرومانية ظلمت كثيرا وزالت، الحضارة الفارسية أو حضارة كسرى الفرس ظلموا كثيرا وزالوا. وعندما حضارة المسلمين انتشر فيها الظلم أيضا زالت هذه الحضارة، وجاء بعدها حضارة أخرى وهكذا. الدراسة العلمية أيها الأحبة منشورة عام 2014 هدفها التنبؤ كيف سيكون زوال أمريكا. هذا هو الهدف الذي وضعه العلماء، لأنهم وجدوا علميا أن أمريكا تسير باتجاه الزوال أيضا. سبحان الله. طيب كيف عرفوا ذلك؟ درسوا انهيار الأمم السابقة. طبعا الذي قام بهذه الدراسة وكالة ناسا من خلال استخدام كمبيوترات عملاقة وعشرات الباحثين والعلماء، وصنعوا نماذج للأمم الهالكة محاكاة بالكمبيوتر. لماذا حضارة الفراعنة انتهت؟ لماذا انتهت حضارة الرومان؟ لماذا انتهت حضارة الإغريق؟ وهكذا. وجدوا أن هناك عامل مشترك بين هؤلاء جميعا، ووجدوا أن زوال الحضارة الأمريكية هو أمر حتمي تماما مثل موت النجوم. يعني تسير هذه الحضارة لها منحني بيانها كذا، تصعد للقمة، الآن هي في مرحلة الانهيار. طبعا الأحبة هذه الدراسة اعتمدوا فيها على نموذج Human and Nature Dynamical Model، نموذج ديناميكي لطبيعة الإنسان والطبيعة، يتنبأ بماذا؟ يتنبأ ب زوال دولة ما في حال أن الظلم كثر. سبحان الله، نفس ما جاء في القرآن الكريم. أول علامات الظلم هو التوزيع غير العادل للثروة. هذه أول إشارات الظلم، أول ما يشعر به الإنسان من الظلم. حتى الدراسة أخرى تقول إن الطفل بعمر 3 أشهر يشعر بالعدل والظلم إذا قسمت الطعام بينه وبين أخيه بغير تساوي. أعطيت الطفل الآخر كمية أكبر من الطعام يشعر بالظلم. إذن الإحساس بالظلم هذا موجود، يخلق مع الإنسان ولا يكتسبه الإنسان كما يقول علماء التطور. فإذن هنا أيها الأحبة التوزيع غير العادل للثروة والاقتصاد العالمي اليوم يقوم على مبدأ تركيز الثروة في أيدي القلة القليلة. لذلك دراسة أخرى ماذا قالت؟ قالت إن ثلثي ثروات العالم
يمتلكها 1% فقط من سكان العالم. تصور. و99% من ثروات العالم يملكها كم؟ 99% يمتلكون ثلث ثروة العالم. إذن أمريكا ظهر فيها هذا التفاوت الكبير. أصبح لدينا غنى فاحش وفقر فاحش، وأصبحت الأموال تسحب من محدودي الدخل وترد على أصحاب المليارات، وبالتالي وجدوا أن هذا أخطر مؤشر لزوال أي حضارة، أن يكون الظلم على مقياس التوزيع غير العادل للثروة. طبعا هنا أيها الأحبة، هذا النموذج اسمه نموذج هاندي الذي يتنبأ بمثل زوال هذه الحضارات، الحقيقة طبقوه على زوال العديد من الأمم وانهيار العديد من الحضارات، وكان دقيقا جدا باستخدام علم الرياضيات. وبالتالي يقولون إن أمريكا اليوم تسير باتجاه الزوال، هكذا المنحني البياني للأسفل، لا يمكن إيقافه، لأنها لا يمكن. طبعا أنا سأقول لكم إذا طبقت الإسلام ستوقف هذا الانهيار، لأن الإسلام يمنع الظلم، يمنع تركيز الثروة في أيدي قلة قليلة، الإسلام يمنع أي ظلم مهما كان قليلا. وبالتالي أيها الأحبة، أنا هنا أود أن أعود للقرآن الكريم وأقرأ معكم هذه الآية. ألم يروا، والخطاب لنا طبعا ليس فقط للملحدين، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. يعني قوم عاد كانوا أشد بأسا من قوم من اليهود الآن أو من أمريكا. نحتوا الجبال، كان لديهم أجسام قوية وكان لديهم تكنولوجيا متطورة أيضا. الآن أمريكا تستطيع نحت قصور في الجبال، نحت مدن داخل الجبال. انظروا إلى مدينة البتراء وأصحاب الحجر وهؤلاء الذين مكنهم الله. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا. انظر إلى الخيرات الآن في الغرب وفي أمريكا، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. ماذا قال الآن؟ فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. الآن أظلم شعب على وجه الأرض أليس هم اليهود؟ لذلك هنا الله عز وجل يقول وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. انظر إلى الطغيان الذي تمارسه إسرائيل اليوم ضد الأطفال والنساء وضد الشيوخ وضد الضعفاء، تستقوي على الضعفاء وتفر من أمام المقاتلين. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. أيها الأحبة، في نهاية هذا اللقاء أسأل الله عز وجل أن يحقق لنا نصرا على هؤلاء الأعداء، أن يعيدنا لديننا الحنيف، أن يعيد لنا ثقتنا بالله وبنصر الله عز وجل. الطريق أيها الأحبة للنصر يجب أن يمر من خلال تطبيق تعاليم القرآن، وإلا سنصبح مثلهم. القوة المادية هي التي تتحكم،
لذلك إن تنصروا الله ينصركم، هذه قاعدة قانون ذهبي ويثبت أقدامكم. ويقول الله تعالى وما النصر إلا من عند الله، فإذا النصر يأتي من عند الله، مكتوب عند الله. وهذا البلاء الذي نحن فيه هو درس لنا لنعود إلى الله عز وجل، وليختبر الله صدق إيماننا وصدق حبنا له وصدق حبنا لبعض كمؤمنين. المؤمن للمؤمن كالجسد الواحد، إذا تداعى منه جزء أو عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا جميعا وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.